اهلا وسهلا بكم في قناة مولة للكيتو واللو كارب والاكل الصحي. اليوم طبقنا جميل جدا، خبز البيجل الرائع والجميل. يلا نشوف المقادير وطريقة التحضير. شوفوا مقادير وطريقة تحضير خبز البيجل اللذيذ. نخش في المقادير على طول. عندنا كوبين من جبن الموزاريلا، كوبين من جبن الموزاريلا، نحط كوبين في وعاء، هذوما الكوبين. وعندي ملعقة زيت زيتون، ملعقة أكل زيت زيتون، نخلطهم مع بعضهم. ونحطهم في الميكروويف لين يدوب الموزاريلا. ذوبت جبن الموزاريلا اللي معاه ملعقة زيت الزيتون في الخلاط الكهربائي باش تساعدني نعجن بسرعة. نحط الموزاريلا وزيت الزيتون. زيت الزيتون يعطي طعم حلو وريحة جميلة جدا، أنا نحبها بطعم زيت الزيتون. إذا ما تحبوش زيت الزيتون تقدروا تستبدلوها بالجبنة كريمي، كل واحد شو نحب. في هذه الأثناء عندي ملعقة أكل سكر محلى كيتون، يعني درت أنيلوز، وهذه اختياري. عندي ملعقة أكل العظام، العظام المرق العظام بس جافة، نوعية كويسة، قلت ليش لا، منها استفادة، يعني مش ديما ندير في مرق العظام، بس هذه روعة تعطي فايدة كبيرة للجسم. وعندي ربع كوب من دقيق الأروروت، ربع كوب من دقيق الأروروت. بصراحة نحط فيه دقيق الأروروت باش يتماسك مع دقيق اللوز ويعطيني خلطة ممتازة في نوعية هذا الخبز. فبنحط ربع كوب، إذا ما فيش الأروروت نحط كوب وربع من دقيق اللوز، كوب وربع من دقيق اللوز. بس بصراحة تطلع روعة وطعم جميل جدا بدقيق الأروروت. بنحط ربع، حطينا الربع ومش هنضيف تو دقيق اللوز، خليه شوية. انا حطيت الأروروت. عندي بيضتين، لكن شو بندير، ناخد شوية من صفار البيض، أني بنحتاج. أنا خديت شوية صفار البيض اللي بعدين بنمسح بيها البيجل، نخلطها نضيفها. بعد ما حطينا البيض نضرب الخليط في الخلاط. هذا ومازال ما حطيناش دقيق اللوز. مش محتاج ضرب واجد، نضربها شويه هيك. هذه الضربه. عندي كوب دقيق اللوز، نحط كوب دقيق اللوز، نحطه ملعقة شاي بيكنج باودر، ونخلط الخليط ونشوفه هل متماسك ولا لا. شوف الخليط، تقعد الخلطة النبيه تقعد تتلصق، يعني من نوعية البيجل يقعد زي من نوع زي الخبز الجامدة وتتلصق، تقعد شوي زي ما يقولوا فيها. يعني هذه هي الخلطة اللي نبيها، لأن بعدين بنشكل البيجل بمية، لازم يكون عندي مية ونشكل البيجل. هذه هي الخلطة اللي نبيها، نشوفوا توا كيف
نشكله خلطة الخبز البيجل جاهزة، نشوف كيف نشكلوها. عندي مية باردة، وعندي الصاج اللي بيدخل الفرن. ناخذ قطعة، نحط ايديا في المية الباردة باش نقدر نمسكها، لان هي من نوع تتلصق، فالمية تساعدني. هذا هي قدرت نمسكها. الحجم اللي تحبوه. عندي الصاج الفرن، خلي المية بحداي باش نشكل بيها. سهل تشكيلها، خاصة لما تكون المية معاي ما في صعوبة في التشكيل بتاعها. عندي الصفار، شوية الصفار البدري حطيت، اخذتها من البيضتين وزدت عليهم نقطتين حليب، وين خلطهم ونمسح البيجل. وزي ما تحبوا رش عليها سمسم ابيض وسمسم اسود، اي زي ما تحبوا. تطلع لي بالشكل هذا. نكمل المقدار، وعندي الفرن عليه 180، نكمل المقدار ونحطهم في الفرن. كمل تشكيل البيجل، ومسحناهم بالبيض وبالحليب، ورشينا عليهم السمسم الابيض والاسود، ونحطهم في الفرن 180 درجة لين يتحمروا او لمدة 20 دقيقة. يلا على الفرن. البيجل طلعناه من الفرن، أخذها مني 20 دقيقة. بصراحة ريحة روعة، حلو جميل جدا بصراحة. ريحة زيت الزيتون واللمعة اللي أعطتها لي المية، البيجل لازم تكون فيها لمعة. ساخن مازال ساخن، فوت خليه يبرد، بس بنوريها لك إياها ساخنة، نوريها لكم تكون بالشكل هذا. شوفوها تحمرت من تحت وفيها انها يابسة. هذه هي من نوعية البيجل، صح تكون رطبة بس نفسها ماسكة نفسها. خلوها تبرد ونحطوها في طبق التقديم ونشوفوها من جوا كيف شكلها. خبز البيجل جاهز، بصراحة جميل جدا وريحته حلوة روعة روعة. هذا شكله يتقدم مع نديرو نسوي سندويتشات مع زبدة ومربى، سندويشة سلطة ومع السالمون مع التونة. بصراحة من الخبزة اللي الرائعة واللي نجحت معاي، لو سويتوها بنفس الطريقة بنفس المقادير بنفس المكونات تطلع روعة. نشوفوها من جوا كيف شكلها. لا ونفتحوا خبز البيجل. صراحة روعة، جميل جدا، كأني حطيت له خميرة وما حطيت لهش خميرة. ريحة زيت الزيتون وصحة وهنا مع خبز البيجل.